الدب دول هنا مع السادة ممثلي المناكر الإعلامية المحلية والضيوف المهرجان من داخل وخارج أرض الوطن، مرحبا بكم في الدورة 52 لمهرجان ورود بقلعة الكومة. أنا غادي نتكلم بالعاطفة لأن كفنانين شعراء الملحون طالما تغمجوكم أيضا. شكرا لك إيمان. سعيدة جدا بوجودي إلى جانبك. ما عمر كانت عندي الفرصة أنني نجي لهذه المنطقة، فكنشكر طبعا القائمين على هذا المهرجان وكل الناس اللي دعموه اللي عطونا هذه الفرصة اللي كنعتبرها يعني فرصة ذهبية اللي تعرفت من خلالها على المنطقة واللي غنكون حاضرة في فعالية هذا المهرجان. طيب ما نكثر شيء، احنا اكيد تواجدكم وتواجدنا معكم بالنسبه لي شيء غادي نضيفه لمساري الفني، لانه فعلا تواجدي بمهرجان يمثل المنطقه وفي حضور بكون فنانا لانه تنعرف قيمه الهامات المرتائد دي عزان من دوك جانا تسوري تنسى مادي رونار رزنتيني بركة تركون سنبي استغرام تأني مغون سيش ديقنا استغرامتين إفضاء نغدال فان تغرام تأني مغون رونتيني بركة أنسو في سون يشتسو تلتاتي سأسيم روا تسين نغد الدورة 52 انتغرام تأني مغون دوت متات في دورته 52 كنظروا يعني سهرات على 1962 يعني فقط 6 سنوات من بعد حدث استقلال المغرب، وهذه مسألة يعني تحسب لهذه المنطقة وتسفيقها السرعة على هذه المسألة. تواجد ديال هذا المهرجان منذ أزيد من نصف قرن طبعا كانت فيه محطتين أساسيتين، كانت المحطة الأولى اللي كنشكروا كل الناس اللي يعني المحطة ديال 50 سنة كل الناس اللي وقفوا أن هذا الحدث يتنظم سنويا ويلتزم بالموعد ديالو ويكون ابتداء من السنة الماضية اللي هي الدورة 51 في 2013 حدثت واحد النقلة، بمعنى أن الأفكار ما كتجيش وكتنزل من الفوق يعني بشكل عمودي، وإنما الناس والساكنية وفنية وثقافية باش التوهج الفني والثقافي غيكونوا طبعا سهرات اللي فيهم نجوم جنات في المدن وعندها إمكانيات مادية إلى الوزارة الفلاحة والصيد البحرية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغام في عمالة إقليم تنغير وأطوريا وصول أيضا لبلد إيميدان والشكر أيضا ل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفلاحة والصيد البحري أيها الحضور، مهرجان الورود بقلعة مكونة في دورته 52 لهذه السنة برعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري تحت شعار المجال القروي لكراهة التنمية ورهانة المستقبل، وذلك عمل بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعطاء دعم للقطاعات الإنتاجية المختلفة من خلال مجموعة من البرامج والمخططات التنموية وخاصة في المجال الفلاحي عن طريق مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده ونصره الله سنة 2008 في مسعى لجعل الفلاحة المحرك الأول للاقتصاد الوطني، وهي استراتيجية صلبة وقطاعية
ومندمجة تقوم على الأمد الطويل وتطمح إلى فلاحة مستدامة ومتجددة كي تكون تنافسية ومندمجة اجتماعيا، وهو برنامج يساهم في تثمين المنتوجات المجالية المحلية وجعلها مساهما أساسيا في التنمية البشرية المستدامة. وبهذه التعاملات الناس ديالو يعني لي زوفيس خصوصا الاوفيس ديال الوزازات عملوا واحد المجهود كبير، كيفاش الحمد لله دزنا من واحد العدد الهكتارات دوبلينا لي زيكتار، الناس ولات تعمل كوتا كوت والناس ولات كتجيهم يعني هذيك البصيله تقريبا فابور من عند وزاره الفلاحه، كيفاش تنظم السوق، كيفاش تنظم كيفاش دار الدار ديال الزعفران. فهذا نموذج جد ايجابي، واللي نقدر نقول لكم انه الحمد لله اليوم اولا على ما شفت حقيقة سنة ما كانش فيها الأمطار مع الأسف، نتمنى على الله أمطار خير في السنوات المقبلة وفي الشهور وفي الأيام المقبلة في هذه المنطقة لأنه هي في حاجة إليها. وكذلك يعني كيظهر لي بأنه خصنا نتعاملوا إيجابيا مع هذه السلسلة ونعملوا استثمارات. الاستثمارات خصها تراعي يعني لو كاركتر بيو، يعني الفلاحه البيولوجيه، لان سوقكم والسوق الدوليه اللي كتشهوا لها يعني هي سوق جد مهمه، واللي واخذه هذا النوع ديال الوضع اللي كاين هنا من انه نوع بيو اللي ما كيستعملش واحد العدد يعني ديال لا لي زونغري ولا لي تريتمون ولا هذا، اللي خص هذا الشيء هاد لا تراديسيون هاد يعني التاريخ اللي اشتغلتوا به باش يبقى مستمر للمستقبل. وكذلك انه مركز البحث العلمي والانستيتيو مع يعني الشركاء كله خاصو يعمل واحد المجهود كبير باش نشوفوا كيفاش المردوديه تضعف. انا نشم الرغولات تزي ان تر نفوس دي مسلسات ان افراد مسلسات في جانا يجلس في جانا يجلس انتر وانت مزيرت تزي وصل بير الموارد المائية بالمنطقة المعنية مما ستكون له أثر والتأثير على استصلاح الأراضي الفلاحية تبلغ تكلفة المشروع بمهام وتم كما يلي: بناء سد تحويل والمنشآت الفنية وبناء السواقيد الدفة اليمنى واليسرى للوادي على متر مربع. الفاعلين الاقتصاديين بالاقليم في مجال وصول المهرجان والذي يمكن يمكن المنتجين من عرض منتوجاتهم المجانية وتنمية فرص تسويقها. المستشفى والاستشارات الجوده شركه للزوار للزوار. الصورة الكاملة وعلى الفلاحين المتوجين.
فائدة هذه التنظيمات. نتمنى أن السيد وزير الفلاحة نشيطة الذي يساهم في تكوين الجبين ديالهم وعندهم علاقة مع الوردة، كيتسلموا اليوم الوردة الذهبية وكذلك منها وما 60 امرأة بفقط ممثلات عليهم. تلتحق بنا على الأبواب. بن يتسلمها عميد فريق بلدية قلعة مكونة. حين آلت الجائزة الثانية لجماعة إيجيل مكون. إذن هذا عميد الفريق، هذو طبعا يعني داروا فراق ديالهم وكان التباهي في هذا الحدث. كذلك الفائز بالجائزه الاولى والرتبه الاولى فئه الكبار هي جماعه الشرقيه. الجانب الرياضي لم يكن يغفل في فقرات وبرامج وانشطه هذا المهرجان. كانوا هذا طبعا شفنا فئه طبعاً تولي إعدادية الإمام مسلم وهي اللي كانت القرآنية. المرتبة الثانية حليم الورود. وزع جوائز هذا المستعرض على من سيقدم الجائزة الأولى، السيد رئيس المجلس العلمي للتباع. بعد هذه الجائزة تمت أو اختيار وتتويج هذا طبعاً المجلس العلمي ديال التمرير، وغيفوزوا أكيد على شواهد تقديرية فضلاً على مبالغ مالية. الفائز بالمرتبة الأولى فئتين أو الفائزين بالمرتبة الأولى فئتين الحفاظ والترتيب 1000 درهم، والمرتبة الثانية والثالثة في كل فئة. والمهرجان مهرجان الورود يشجع هذه المواهب. من بعد طبعا توزيع الشواهد والأضرفة المالية سيتم أخذ صورة تلكائية مع هذه الستة ديال وليداتنا وبنياتنا كذلك. تولي كذلك معروفة ربما على الصعيد العالمي ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة كان يمشي بهم بعيد طبعا ويوقعوا على المسار.